ماركو. دقيقة ثانية من الوقت البدل ضاع. الآن في الدقيقة الثالثة واللحظات الأخيرة من أحداث الشوط الأول للقاء. أحمد شريف، هوبا، وليد 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 يتقدم. وليد يأتي بالجديد مع آخر لحظات الشوط الأول والدقيقة الثالثة من الوقت البدل ضائع. بعمل جماعي رائع يسجل فاركو ويتقدم في مرمى فريق سموحة. الكرة تتهادى تتمادى، رسمت البسمة والسعادة. أحمد شريف استلم، لف ودار، تتلعب إلى رزقي حمرون، تمر من قدم رزقي، وكان مكتوب للاعب وليد علي فرج له نصيب وله رزق أن يرزق بكرة مرت من بين قدمي رزقي حمرون. وليد بالقدم اليسرى بباطن القدم أسكنها في الشباك بكل يسر وبكل سهولة. مع آخر دقائق الوقت البدل ضائع، عمل جماعي رائع، كرة لعبة داخل منطقة الجزاء. هنا محاولة تجميع للكرة بشكل جميل، تفوق على دفاع السموحة. الطريق أصبح خالي ومفروش بالورود. مطالبة من دفاع فريق سموحة باحتساب تسلل على أحمد شريف. مغربي صاحب 23 سنة، اللاعب المنتقل على سبيل العارة إلى داخل منطقة الجزاء. العرضية في المرمى، التعادل مع الدقيقة 53. فادي فريد يأتي بهدف التعادل من متابعة وبكرة أرسلها من داخل منطقة الجزاء. هنا أحلى حسن دادوه ثم كرة عرضية. يفشل دفاع فاركو في إبعادها بعد محاولة وبكرة أسكنها في الشباك مغالطا حارس المرمى. يغالط الدفاع، هو الأحسن دهدوه صاحب الإرسال لكرة عرضية، صاحب الصناعة المتميزة. وفادي فريد لم يتوانى ولم يتأخر في وضع الكرة في الشباك، تتهيأ أمام فادي فريد. هدية لابد من قبولها بالتأكيد، هدية لم يرفضها. رجعت عادت مرة تانية إلى وسط ملعب من مغربي أمامية. إسلام جابر ينطلق يعدي يقرب من المرور، قد يصوب، صوب بقدم اليسرى، تصطدم ترجع تاني. كرة عالية لفادي فريد، هو فريد من نوعه، فريد من شكله، وفريد بأهدافه. فادي فريد يرتقي ومن أعلى نقطة مع الدقيقة 59 يسكن الكرة في الشباك. تحول في النتيجة، تغير في الأداء، كرة عالية يرتقي لها من داخل منطقة الجزاء، يؤكد أنه أحد رواد الفضاء داخل منطقة جزاء فاركو، متفوقا على اللاعب سيفتيري. يسكنها في المرمى، يضعها في الشباك بعد أن تفوق على جيفرسون إنكادا، متفوقا على الغيني. زيديني عشقا زيديني، هكذا هي كرة القدم، يتحدث معها بلغة الهدافين فادي فريد. زيديني عشقا زيديني، بعد أن تفوق ونجح وتغلب على رقابة اللاعب الغيني يسكنها برأسه على يسار حارس المرمى الحارس محمد سعيد شيكا.